ولازم اروح معاه لمنتخب مصر بكره هنلعب مع موريتانيا كابتن فاروق، وان شاء الله لو ربنا كرمنا وباذن الله كسبنا نصعد لكاس الامم الافريقيه. حتى هذه اللحظه تجربه الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم والجهاز المعاون مع منتخب مصر شايفها ازاي؟ يعني انا شايف تجربه ناجحه لحسام، ومش عايزين مدرب المنتخب ده ما نقللش من قيمته، ان ده بيتفرج على 40 50 60 لاعب وبيخليهم ينضموا للمنتخب، بيتكلم معاهم بطريقه، وهو لعيب كوره عايز زي ما كان مدربه بيتعامل معاه، ما كان الكابتن جوري بيتعامل معاه وكان بيضغط على اللعيبه، مش عيب يعني. فانا شايف ان في ضغط على حسام، لا حسام ناجح لغايه دلوقتي، واللي يقول غير كده يبقى لا يعني بالورقه والقلم. عمل 5 مباريات يعني 5 مباريات وبيكسبهم، بيجيب اهداف، ما بيجيبش هدف ولا اتنين، بيكسب بره مصر وجوه مصر. فطب انت مطلوب منه ايه يعني؟ مطلوب منه ايه يعني؟ لا اللي مطلوب منه ده او اللي هو بيعمله ده هو المطلوب، فكلنا لازم نقف جنبه، كلنا لازم نسانده. حسام ما تنساش برضه حاجه مهمه جدا، اوعى الناس تنسى ان حسام في مباراه الجزائر هو وصل مصر لكاس العالم. احنا نقفل الصفحه دي ونشوفه في صفحه تانية عشان نقعد نضغط عليه ونهاجمه، او انت بتحب لعيبه معينه عايزها في الملعب، وحسام مش ضروري تبقى في الموجوده في الملعب التوقيت ده، ما في لعيبه كبيره موجوده مش محتاج لهم في التوقيت ده، محتاج مثلا هو يقفل نص الملعب، مش محتاج مهاجمين كتير، عايز المباراه اللي فاتت بيلعب ب5 مهاجمين، المباراه دي اكيد هيبقى عدد المهاجمين مثلا 3 و3 في نص الملعب و4 مدافعين عشان يقدر يفكر. وبيقولوا الملعب ترتان وكده، خلي بالك الترتان، انا مش خبير في الارض يعني، الترتان لما بيكون فيه ميه هو بيبقى مؤثر، بيبطئ الكوره، ده اللي عرفت الترتان. لكن ممكن انا وانت متعودين على 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 مكان على كرسي معين، لكن ممكن المستوى الفني او الذهني او البدني او المهاره او طريقه اللعب او احساسي وخبراتي تختلف تخليني ادوس على كل الحاجات دي، اعرف اتعامل بالظبط دي كلها.